قلت له لا انا مش هطلع بره. لا ده اوضه، قال لك دخلت اوضه او دخلت الاوضه فقال لك في ماتش الانتاج الحربي حاجه كده يعني، فقال لك اطلع بره. فانت قمت ماسك فيه، اما هو ماسك فيك، انا عملت القصه دي من دماغي يعني. فنادى على المساعدين بتوعه مسكوا فيك، فانت قلت له انا هجيب لك الاهلاويه كلهم، عملت قصه كده. ايه رايك في الموضوع ده؟ لا ابو امير متوتر شويه. خلينا في الاهلي. والله ما فيش حاجه يعني، انت في الاول والاخر في الاول والاخر يعني، ممكن هو مش عارف قلب معاه غالي الايام دي. يمكن شاف افلام رعب كتير السنه بص دي. بص حتى الـ 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 يعني في عيد ميلادك ماسكين. لا بص، كل ده ود حلو، كل ده ود واحترام متبادل. لكن في الشغل، في الشغل كل واحد له دوره يعني. الشغل الفني ده من اوله لاخره مش بتاعي. لا يعني ما مسكتوش في بعض يا كابتن سيد؟ يا كابتن اسلام، لا اسلام، انا قلت الكلام ده من معلش، انا عايزك تقوله تاني. 1900 معلش، من 1907 أيوة. لحد دلوقتي مش هتلاقي المناظر دي عندنا خالص. مش هتلاقي السكينه بتترفع على حد يعني، مش عندنا الكلام ده احنا. مش عندنا حد يعني لعيب بيتطاول على رئيس نادي، ما فيش كده عندنا. ما فيش مدرب يعني المساحه، عشان كده بقول لك لازم يبقى في رصيد. في رصيد ما بين اللاعب والمدرب، ما بين المدرب ومدير الكوره، ما بين مدير الكوره واللعيبه، ما بين العمال. العمال نفسهم يعني. انت لحد النهارده انا عم اسمه عم حارس. تمام، وهيفضل كده بالظبط. اسمه عم حارس، ده راجل مربينا، ده مربينا، دي تربيه النادي الاهلي. دي مصر الواحد بيحلم بيها، الاحترام، التقدير، المكانه، الرموز. دي اللي الواحد بيتمنى يكون موجود عليها. مفيش امه بتطلع غير بالسلوك وتقدير الناس، تقدير المناصب، تقدير الجهات، تقدير المسؤولين، تقدير المؤسسات، تقدير البلد. عشان كده انت لما بتيجي حتى في الفتره اللي فاتت يا كابتن اسلام، تمام، انت اول ما قالت مصلحه البلد فين، تمام، انت اول خلاص. واحد خلاص انتهت، خلاص انتهت. تقدير، التقدير بتاعك لكل واحد موجود في المنظومه ولكل واحد موجود في البلد.